يا اهلا بإذن وسهلا. الله منتصرين، الله أكبر وعزة الله، بإذن الله منتصرين على بشار الطاغية، لو من تحت الأرض من فوق الأرض جايين لعنده. وما النصر إلا من عند الله، لا إله إلا الله. تكبير، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر شباب، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نقوم حاليا بتجهيز عملية للقضاء على أحد حواجز الجيش النظامي الشبيحة والشبيحة. لقد لجأنا لهذا الأسبوع عن طريق حفر الخندق من تحت الأرض لنسف الحاجز لتعويض النقص في الذخيرة. هذا العملية يتطلب ذخيرة وعتاد كبير وسلاح ثقيل، يمكن أن نقوم بها يعني عن طريق الجهد الشخصي تعويض الذخيرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كم يوم صار لكم عم تحفروا الخندق؟ بحدود الأسبوعين، بس الشباب هم عالية ومعنويات كبيرة إن شاء الله. إيش الأدوات اللي عم تستخدموها بالحفر؟ أدوات بسيطة، كريك عظمة وهيك شغلات بسيطة. مسافة تقريبا صار 23 متر حفرنا، عارف شلون؟ مشان الطاغي هذا بشار الظالم الله ينتقم منه، حسب الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اعتمد الله تعالى، توكلنا على الله. تكبير، الله أكبر، الله أكبر. منذ قديم الزمان وللحق حماة يرابطون في خنادقه، أولئك الثوار هم خنادقا لحماية هذه الأمة. كان معكم أبو يزن الحلبي من أحياء حلب.